بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. جالكم بفيديو جديد، فضل اللايك وشير واشتراك، وما تنسوش إن الدال على الخير كفاعله. ممكن تحسوا إن الموضوع غريب شوية، بس هو فعلا بيحصل وناس كتير بتتكلم فيه، وممكن نكون كتير منا بيقول الشيء ده وهو مش مدرك إذا كان هو صحيح ولا خطأ. هل الله عز وجل يعلق قلب البشر بشيء؟ يعني مثلا احنا لما بندعي الله عز وجل، احنا بندعي لان ربنا علق قلبنا بالشيء ده. يعني مثلا واحد نفسه يجيب عربية غالية قوي، فهو بيقول ان ربنا علق قلبي بالعربية دي وحب المال مثلا، عشان كده هو اللي علق قلبي، عشان كده انا بدعي. زي مثلا احدى الاخوات كانت بتكلمني وبتقول، يعني كان الموضوع صعب شويه، بتمر بظروف نفسيه وحشه جدا، فبتقول لي ادعي لي وكده. فبقول لها يعني لعل المشاكل اللي حصلت دي خير، ولعلها اشاره ان انت ما تكمليش في الموضوع ده وكده. فهي بتبكي بكاء شديد جدا وبتقول لي طالما ربنا الهمني ان انا ادعي وربنا هو اللي علق قلبي بالشيء ده، يبقى خلاص، يبقى هو خير ليا. قلت لها الله عز وجل لم يعلق قلوبنا بشيء، احنا اللي بنعلق قلوبنا بالشيء ده، وخصوصا لو الشيء يعني زي مثلا علاقة الشاب بالبنت، تقول ايه ربنا خلاني احب ده فهو اللي علق قلبي بيه، يبقى خلاص انا هكلمه. لا طبعا، الله عز وجل لم يعلق قلوبنا بشيء، احنا اللي بنعلق قلوبنا. طيب بالنسبة للناس اللي بتدعي اصلا بحاجة زي دي، ايه حكمها؟ هل هتاخد ثواب على كده؟ طب هنعمل ايه في التعلق بالقلب ده؟ طب ايه هو الموضوع؟ ايه هو تفسيره؟ ايه هي الكلمة دي اصلا اللي بقت تيجي على في تفكير ناس كتير؟ هو ده ان شاء الله يا حبايبي اللي هنتكلم فيه النهاردة، ويلا عشان ما اطولش عليكم ونبدأ الفيديو مع بعض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسمع كتير قوي جملة أكيد الشيء ده خير ليا، وإلا ما كانش ربنا علق قلبي بيه. عايزين نكون متفقين على شيء يا أحبابي، الله عز وجل لا يعلق قلوبنا بشيء، إحنا اللي بنتعلق. والله عز وجل فتح لنا باب الدعاء لإجابة ما تعلق به قلبك إن كان خيرا لك، وإن لم يكن خير يبدلك ما هو خير وأبقى. لو ربنا يعني احنا اللي بنعلق قلوبنا بشيء، الشيء ده اللي احنا علقنا قلبنا بيه، لو دعينا بيه وهو خير لينا، الله عز وجل بيستجيب. ولو مش خير، الله عز وجل بيبدلنا بالخير. بس اهم شيء ده بيكون نابع عن اليقين اللي في قلبنا وحسن الظن بالله اثناء الدعاء. الجزئية الخاصة بان ربنا اكرمك بالدعاء وخلاك تدعي، فدي في حد ذاتها نعمة يا أحبابي فعلا. ليه؟ لأن الدعاء عبادة، ولأن في ناس كتير تتعلق بشيء فتروح تحاول تاخد الشيء اللي اتعلقت به ده بطريق غير شرعي. زي ايه؟ زي اللي بتحب واحد بتروح تكلمه في الحرام. وما تنسوش يا أحبابي، من تعلق بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني البنت والولد اللي بيحبوا بعض، اللي مسميين العلاقة ما بينهم حب وبيتكلموا في الحرام، ما بتطولش العلاقة دي، وإن تمت بيكون بعد الزواج حياتهم سيئة جدا، خالية من كل البركة. ليه؟ لأنهم استعجلوا بالشيء قبل أوانه، طلعوا كل الحب والمشاعر قبل الزواج، فخلاص بقى بعد الزواج مفيش حاجة بقى إن هم يحسوها ويعيشوها بالحلال. فدي اللي هم أخدوها بطريق غير شرعي. من تعلق بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فتتعاقب بحرمانها من الشيء ده وغضب الله عز وجل. ربنا يعافينا يا رب. فكون إن الله عز وجل فتح عليك باب الدعاء، فاعلم أنه يريد بك خيرا على كل حال. وفعلا الله عز وجل يريد أن يعطيك ولا يحرمك ولا يغضب عليك، وده في حد ذاته اصطفاء من الله عز وجل. لكن يا أحبابي، ما تقولش ربنا علق قلبي وربنا هو اللي خلاني ألح في الدعاء وربنا اللي يريدني إن أنا يعني أعشم نفسي وربنا وربنا وربنا، ونقول كل شيء إن الله عز وجل هو الذي يريد كذا. لا يا أحبابي، ربنا لم يعلق قلوبنا بشيء،
ببساطة لأنك ممكن تتعلق بشر. هل الله عز وجل هيعلق قلوبنا بشر؟ لا حاشا لله، والله ولم يريد لك إلا الخير. الله عز وجل يريد لنا الخير، ولكنه فتح لك باب الدعاء وشرح صدرك له. ليه؟ ليعطيك. يا إما هيعطيني إزاي؟ طيب لو هو شر مثلا، أنت مثلا هتقول يا نودي طيب دلوقتي لو أنا تعلق قلبي بشيء أهو، ومش هقول إن ربنا عز وجل اللي علق قلبي بيه، أنا تعلقت بشيء وبدعي بيه بس هو شر، ايه الحكمة في كده؟ ما احنا هنقول لك بقى، الله عز وجل لما يفتح عليك باب الدعاء ويشرح صدرك له بيعطيك. يا اما اللي بتدعي بيه ده لو كان خير ليك وهيرضيك ويسعدك، الله عز وجل هيعطيك، او هيعطيك اللي افضل منه لو كان غير كده. وهو الله عز وجل يعني يعلم ما ينفع قلبك وماذا يرضيه وماذا يجبره. ومن نعمته بينا، يعني من نعمة الله عز وجل بينا، انه امرنا بالدعاء. ان كانت لك حاجة، لو لك حاجة ادعي الله عز وجل، ولم يطلب منك هل تبحث هل هذا الشيء او هذه الحاجة خير ام شر. ليه؟ طب الله عز وجل امرنا بالدعاء وما امرناش ان احنا نبحث عن الشيء ده خير ولا شر. ليه؟ لانك بمنتهى البساطة لما تدعي الله عز وجل، ان كان خير سيأتي، وان كان شر سيبدلك الله خيرا منه ويرضيك به بإذن الله. والله ده أولا لازم تثق في الله ويكون عندك حسن ظن بالله. استمر زي ما انت على الدعاء اللي بتدعي بيه، بس وانت حاطط في دماغك ان ربنا هيستجيب لك ويرضيك بما فيه خير لك، وانك هتتراضى، يعني هتتراضى لان كل الدعاء مستجاب ما لم يعجل، طول ما انت ما بتستعجلش، وما لم تدعي باسم او قطيعة رحم. الدعاء في كل احواله يا احبابي مستجاب لو انت مش بتستعجل، لو انت مش بتدعي بشيء يغضب الله عز وجل، لو انت مش بتدعي شيء انه يقطع صلة رحم او قطيعة رحم، فدعائك مستجاب باذن الله. طب يا نود انا بدعي من سين ما استجابش، التأخير في خير، التأخير في خير، بيرفع درجات، لعله بيمحو سيء عنك، لعله بيدخر لك في الآخرة. ما هو ده استجابة، ما هو مش شرط يستجيب على الشكل اللي انت عايزاه. ويعني سبحان الله، دعائك مستجاب بإذن الله، اطمئن يعني جدا. ليه؟ لأن ربنا خلق الدعاء لراحة قلبك. الدعاء عبادة يا حبيبي، يعني انت بمجرد ما بتدعي بتاخد ثواب ما شاء الله يعني، ولمصلحتك ولإسعادك ولتقريب المستحيل إليك بقدرة الله إن كان خيرا وإرضائك. فلازم نتيجة دعائك ترضيك مهما كانت. اطمئن وما تبطلش تدعي وما تبطلش تحسن الظن في الله. وإحسان الظن في الله مش معناه إنك تظن إن اللي بتدعي بيه هيتحقق مهما كان، لأ. المعنى أشمل وأوسع من كده. إحسان الظن بالله يعني إيه يا حبيبي؟ يعني تبقى واثق في حكمة الله عز وجل في كل اللي بيحصل لك، وإنه مستحيل مستحيل يضرك، إن الله عز وجل مش بيمنع عنك شيء فيه خير ورضا وراحة لقلبك، لأنه أعلم، يعني الله عز وجل أعلم بقلبك وأرحم بيه. وإن كان التأخير ده يعني وراه خير وتدبير كبير يعني، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي النهاية يا أحباب، أحب أقول لكم إيه؟ إن ربنا عند ظنك بيه كما وعدك. أنا عند حسن ظن عبدي بيه، والله لا يخلف الميعاد. فادعي وانت في نفس الوقت بتقول يا رب انا بدعي ورامي حمل قلبي ورضاه عليك يا رب، يعني كل همومي، كل دعائي، كل امنياتي، كل اللي انا نفسي فيه على الله عز وجل، توكل على الله عز وجل، ارضيني بدعوتي لو خير ولو شر، انا راضي بحكمتك يا رب، واثق انك هتراضيني برحمتك. قال تعالى في الحديث القدسي: ومن رضي بقدري أعطيته على قدري. وافتكر ان الناس كتير جدا كانت بتدعي بحاجات، ولما ربنا رزقها بحاجات تانية حمدت ربنا انه لم يستجب لها، ولكن الله اختار لها هذا الشيء. يعني واعظم من ان ربنا يستجيب لك انه يختار لك، الله، لان اختيار الله عز وجل لا يحتمل خطأ ولا ظلما ولا ندما ولا حزنا. ثق في الله وجدد مفهوم اليقين والدعاء جواك. لازم يا أحبابي وإحنا بندعي
يكون قلوبنا مليانة يقين بالله عز وجل، وعندنا حسن ظن بالله عز وجل. ربنا قال انا عند ظن عبدي، فانت خلي جواك ظنك بالله يعني خير وشيء جميل عشان الله عز وجل يرضيك بالخير. فما تقولش ربنا بيعلق قلبي بشيء يبقى هو ده خير ليا، ولو شر ده ربنا اللي علق قلبي بيه. لا طبعا، الله عز وجل لم يعلق قلوبنا بشيء، الله امرنا بالدعاء واحنا بندعي. لو خير لازم يكون من جواك يقين كده، ايه الدعاء ده لو خير ربنا هيعطهولي، ولو شر ربنا هيخلف عليا ويرضيني بالخير، مش شرط يكون هو ده. وانا واحده من الناس يا احبابي، وقلتها في فيديوهات كتير قبل كده، كنت هموت جدا على طب، حمدت الله عز وجل. اكتشفت بعدين اثناء تدريبي في المستشفيات وكده ان انا عندي فوبيا من الدم، ما كنتش هستحمل. وتخيلوا بقى الطب ده بيبقى دايما فيه تشريح وما اعرفش ايه وكلام من ده، ومش انا لوحدي بقى، قصص كتير جدا جدا. من ضمنها حد ما جابش كلية معينة كانت في دماغه، وبعد كده دخل كلية عادية بس تفوق فيها، تعرف على صحبة صالحة قربته من الله عز وجل، وبقى أخ اللهم بارك، يعني حاجة ما شاء الله، يعني عنده ما شاء الله يعني علم شرع وكده، وده المهم، ده اللي احنا اتخلقنا عشانه. فأنت مهما كانت حالتك ومهما تأخر بالنسبة لك يعني دعائك، فما تيأسي وما تزعلش. شوفوا سيدنا يعني يوسف مكث قد ايه في السجن، شوفوا سيدنا ايوب قعد قد ايه في مرضه. فما تيأسوش يا احبابي، اهم شيء يكون جواكم يقين تام وحسن ظن بالله. يبقى الفيديو ده ان شاء الله نكون اتعلمنا فيه ازاي يكون عندنا يقين وحسن ظن بالله، وتعلمنا فيه برضو هل الله عز وجل يعلق قلبنا بشيء مش من نصيبنا او شر لينا والعياذ بالله. فده كانت مفاهيم خاطئه في الدعاء. اسال الله تعالى ان يكون دلوقتي الناس بصيرتها اتفتحت وتفهمت يعني الموضوع، ويكون الامر بقى بشكل واضح اكتر عندها. مش هطول عليكم اكتر من كده يا احبابي، اسال الله تعالى ان يجعلنا من مستجيبين الدعاء، وان يستجيب لنا دايما بالخير، وان يخلف علينا بالخير، وان يرزقنا الصبر، ويرزقنا اليقين وحسن البصيره، ويرزقنا حسن الظن به. اسال الله تعالى ان يتقبل مني هذا العمل، وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. فضل اللايك وشير واشتراك، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.